خدمات إبداعية وابتكارية. شكراً إقامة دبي. My name is Sébastien. I come from France, and I think this project is very interesting, and it's a step towards the future. تزامنا مع شهر الإمارات للابتكار، تعرض الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في أسبوع الابتكار مبادرة الجواز السحابي، اللي هي تتيح للمسافر السفر بدون وثائق سفر عبر الباركود. تتيح هذه الخدمة أن تكون بيانات المسافر في الباركود مثل الاسم، العمر، الجنسية.